عايزين نقول لحضراتكم ان الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه الاستاذ جمال علام بيتقدم بخالص الشكر والتقدير لشركه بريزنتيشن سبورتس عشان وفرت طائره خاصه تقل منتخبنا الوطني الى الاراضي السنغاليه. وزي ما قال من شويه زميلنا العزيز ماهر جنينه هم هيوصلوا ان شاء الله خلال ساعات قليله جدا الى دكار العاصمه السنغاليه. الحقيقه ان الاتحاد المصري لكره القدم وكل المتابعين للرياضه المصريه بيتقدموا بالشكر لشركه بريزنتيشن سبورتس لانه منذ نشأة وتأسيس هذه الشركة وهي واحدة من أهم الركائز المهمة جدا للرياضة المصرية وللكرة المصرية خاصة، وزي ما تقال في متن البيان الإعلامي الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم إن فعلا شركة بريزنتيشن واحدة من أهم الشركات اللي تدعم الرياضة المصرية والكرة المصرية عامة وتحديدا المنتخب الأول. دائما وأبدا بريزنتيشن واقفة في ظهر منتخب مصر الأول بتذلل كافة الصعوبات اللي ممكن يكون المنتخب المصري المنتخب الأول بيواجهها. فكل التحية والتقدير لكل المسؤولين في شركة بريزنتيشن سبورتس. كابتن هشام، كل الناس ويمكن حتى كنت بدردش أنا وأنت تحت الهواء بتتكلم هو كارلوس كيروش ممكن يلعب إزاي ماتش العودة، وخاصة بعد ما سمعوا وقروا تصريحات محمد صلاح النهاردة إن إحنا رايحين نكسب السنغال إحنا مش رايحين نتعادل. رأيك إيه في التصريحات دي؟ وهل فعلاً ممكن كارلوس كيروش يكون بيخطط لمفاجأة إن هو يلدع السنغال في بداية اللقاء؟ هو راجل ذكي جداً فعلاً. يعني هو ذكي جداً والبرتغاليين ليهم مدرسة خاصة فعلاً. والله إبراهيم أنا اتمرنت مع جوزيه وشفت بيتعامل إزاي، قعدت سنة ونص معاه وبعد كده اتعاملت معاه على المستوى الشخصي. بعد كده عرفت ان هو عايش في مصر يعني معظم الوقت اللي فات فكنت بقابله كتير ولما اشتغلت في فاركو جاي لي هناك فاركو جاب المدرب اللي هو روي اجوش اللي شغال مع فيريرا المدرب العام دلوقتي فهو روي اجوش ده كان هو اللي ماسك فاركو قبل ما يصعد من سنتين ثلاثه. فلا انا عارف بيفكروا ازاي دايما، هم مختلفين تماما عننا في كل حاجه وعن ناس كتير في المدرسه الاوروبيه. يعني هو عنده دهاء كبير يعني فعلا هو ذكي، حتى جوزيه قال لك هو لا هو مخضرم يعني فاكيد بينقل ده للعيبه. فلما هينقل ده للعيبه هتلاقي التصريح ده طلع من قائد اسمه محمد صلاح. محمد صلاح ده مش قليل. فلما يقول ده هو بيقوله لشقين تصريح، بيقوله على اساس ان هو يصدر ده للعيبه ان احنا مش رايحين ندافع او رايحين ماتش 90 دقيقه اللي هو بلعب والله زمان يا سلاحي لا انا رايح لهدف ما، الهدف ما ده ان انا هلعب كوره واحاول ان انا ابادر منتخب السنغال ان انا اكسب هناك. مش انا رايح ادافع، لان انا لو دافعت كتير يا ابراهيم انت عارف كويس قوي في الكوره اللي بيدافع كتير بيستقبل. صحيح. فانا لازم يبقى عندي رد فعل. فاكيد ده التصريح الاولاني بيصدره للعيبه. في نفس الوقت لما صلاح بيتكلم الترجمه بتوصل على طول لمين؟ الناحية التانية. محمد صلاح قال تصريح فبيعرفوا معنى التصريح، فمن خلاله هو بيصدر لهم كمان ان انا لا ده الناس دي بتفكر تكسبنا على ملعبنا ازاي. يبقى احنا النهاردة لا ناخد احتياطاتنا ناخد حرصنا، يبقى احنا لازم يبقى لا من البداية. هم اصلا من البداية هيبقوا مشحونين جدا، هيبقى عليهم ضغط كبير لان هم عايزين يكسبوا في اول ربع ساعة. زي ما انت نزلت استغليت الجمهور والملعب وقدرت انك تسجل بهدف صلاح. الشوط الاول كان بالنسبة لنا نقطة فارقة في الماتش. صح. الشوط الثاني اختلف شوية بس ده طبيعي. الماتشات الكبيرة يا ابراهيم والماتشات الكبيرة اللي هي اللي بتوصلك يعني نهائيات دايما لازم تتلعب كده. يعني انا مش زعلان ان المنتخب بس الشوط الثاني يقول لك ده المنتخب ما لعبش مش عارف ايه، وناس كتيرة كانت بتتكلم ويدي تقييمات، مش وقت تقييمات ولا وقت ان المنتخب كان حلو ولا وحش، مش الكلام ده. انا كان عندي هدف خدته. هو ده الهدف اللي انا خدته. ما عرفتش ان انا ازود الهدف التاني رغم ان جالنا فرص كتير، لكن في النهايه انا معايا رايح انا كسبان. صحيح. والفرقه دي ما اتغلبتش بقى لها 3 سنين. يعني صح ولا انت لسه؟ ايوه ما هو ده، ما هو دي حاجه اللي انا برضو ايه يعني انا ما عنديش مشكله خالص ان انت تبقى بتنتقد او بتبقى شايف ان لا ده انا عايز احسن، بس مش لدرجه ان احنا نبقى بنلوم نفسنا ان احنا كسبنا. احنا ازاي نكسب يا جماعه؟ لا يا جماعه ازاي ده احنا كسبنا، ده احنا نبقى فرحين احنا كسبنا. ده في بعض الناس بتغالي فكره احنا ما نستحقش نكسب. يا جماعه ما نستحقش نكسب ليه؟ يعني انت بص على الجزائر اللي هي الجزائر اللي يعني اللي هي بقى لها فتره وسنين مستقره مع جمال بالماضي ومنتخب مستقر وعندهم جيل متكامل. جيل
كسبوا السنغال 1-0 في استاد القاهره في فاينل افريقيا ازاي؟ صح، وتغلبوا في يعني الكان يعني ما كسبوش السنغال مثلا وهم عاملين بقى على السنغال ماتش يعني سيرك. لا سيركة. ما هم كسبوا 1-0 برضو بشق الانفس يعني. مقدونيا كسبت ايطاليا، ايطاليا ما راحتش لتاني سنه على التوالي كاس عالم. صحيح. زي ما قلت لك الماتشات دي بتتلعب كده، فلازم الناس تبقى فرحانه ان احنا كسبنا وكان عندنا هدف وخدناه. خدناه هنا في الشوط الاول، لسه في شوط تاني. صح. طبعا شوط مهم جدا، شوط مهم جدا هو الاهم. بس خلي بالك انت وانت على ملعبك انت مضغوط من كل الناس اللي هي عايزه تنتقد وخلاص. أيه. فانت مضغوط انك عايز تكسب، مضغوط ان كروش هيعمل ايه. الاعلام كان ضغطه اللي هو الناس اللي مش مسانده. في ناس تانية كانت ليها هدف انها بتهاجم مش بتساعد او بتساند. معناها كانت محطوطه في نفس الظروف قبل كده زمان. يعني طب ما انت كنت عايز ناس تساندك ودلوقتي انت مش عايز تساند. لا انت ممكن تتكلم فني زي ما حضرتك بتقول. انتقد فني اللي هو كان نفسنا مثلا هشام مكان ابراهيم. كان ممكن يستفاد بهشام مكان ابراهيم في الشوط الثاني. ماشي ده وجهه نظرك صح، بس اكيد هو ليه وجهه نظر تانية. الله اعلم. ممكن سيناريو الماتش وهو شغال، خلي بالك احنا قاعدين في التلفزيون بنتفرج غير وهو في الملعب. صح. الملعب الضغط اللي عليه والكلام والحوار بين اللعيبه وبعضها قد يجوز طبعا ان ممكن انت تستفاد بحد من بره احنا شايفينه. بس الراجل ممكن يبقى ليه فكر تاني. الله اعلم ايه هو، بس ده اللي انت ممكن تتكلم فيه. لكن ما تقولش اصل انت زي ما حضرتك قلت كده ايه اللي هو كسبنا كده بالصدفه، اصل جون كده، اصل الفرقه الثانيه اجمد منك بكتير. حاجات بقى دي لطيفه برضو. ايه لازم يفيد بتريزيجيه، فابتدى بتريزيجيه لما نزل مرموش ما ابتدتش مرموش ليه من الاول يا جماعه، ما مرموش زي الفل اهو. والله وده برضو ده في الاول وفي الاخر يعني الجمهور وكلنا كده يعني. احنا مش بنتكلم على اعتبار ان احنا في معزه على الجمهور، كلنا عادي، كل واحد فينا بقى ليه راي مختلف. صح. وممكن بعدين اتنين بيتفرجوا مع بعض اتنين صحاب ومش ممكن ده اللي بيحصل فعلا، وكل واحد بقى ليه راي. بس في الاخر طالما ان الجهاز الفني واللعيبه واصلين بينا الى المرحله ان احنا بنكسب. صح. وبنحقق الاهداف بتاعتنا، يبقى احنا حتى قاعدين بنختلف واحنا يعني واحنا في السيف سايد، واحنا بنبني واحنا يا فوق، مش واحنا بنعافر عشان نوصل كاس امم او بنعافر عشان نوصل كاس عالم. ودي نقطه بصراحه تحسب للجيل ده حتى الان. وانا معاك ومع الراجل، لان انت في اقل من شهر ونص، معلش مع احترامي يعني. بص على العناصر اللي دخلت ابراهيم للمنتخب اللي هو ما حدش كان شايفها، تمام؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، في شهر ونص الشهر اللي هي كانت البطوله الافريقيه لما رجعنا، ضغط مباريات افريقيا مع الدوري، في لعيبه اتصابت، في لعيبه كانت مجهده كان شكلها وحش في الدوري. لما هو جه ده في 3 ايام، معلش يعني ده في 3 ايام وصلنا ان احنا نلعب بالاسلوب التكتيكي اللي احنا شفناه في المباراه. 3 ايام يا جماعه، معلش يعني مع احترامي، لو احنا كنا بنطالب ناس كتير يعملوا معسكرات للراجل ما كانش في وقت. انا عارف والظروف والاجنده كانت صعبه جدا، الدوري كان مضغوط، فماشي. بس انت على الاقل الراجل في شهرين غير مسار الكوره. أيوه. صراحه. صح. وبغض النظر عن المكسب والخساره، الراجل ده لازم استفاد منه، لان هو عنده مشروع. المشروع ده هو راجل لف على كل الدوري ممتاز، اعتقد لم كل الناس. مظبوط. في اقل من قبل البطوله هو جه كاس العرب، وقبلها هو ما بقالوش الراجل يعني اللي هو كله على بعضه 5 شهور. طيب يعني شهرين قبل البطوله وثلاث شهور دلوقتي. يعني انت بتتكلم في شهرين قبل البطوله اللي هي بتاعت كاس الامم، وقبلها كان كاس العرب. فان هو يلم المجموعه دي كلها ويدخل عناصر جديده، فده كانت بالنسبه له اتحسبت. صح. واتحسبت لينا ان احنا شفنا لعيبه جديده. صح. ده رقم واحد. رقم اتنين، هتقول لك في ناس ثانيه تقول لك لا ما هو مستبعد الناس اللي هي جامده جدا. ما اقدرش الومه، ان كل واحد ليه فكره. النهارده لو انت النهارده معلش لو انا النهارده ماسك النادي الاهلي لعبت ابراهيم ما لعبتش احمد، الناس هتقعد تقول لي يا عم انت ما بتشوفش، انت بتلعب ابراهيم، ده احمد ده هو اللي مكسر الدنيا. فيبقى كل واحد وممكن المرحله دي اقدر استفيد بيها من ابراهيم، والمرحله اللي بعد كده استفيد بيها من احمد. برافو عليك. عادي مفيش مشكله. هو استفاد من مرموش الفتره اللي فاتت دي كلها. فانت زي ما انت بتقول هيقول لك طب ما نزلتش ليه مرموش، طب ما هو تريزيجيه بدا يبقى كويس قوي. ما هو تريزيجيه انا عايزه في الحته دي اللي قدام. تريزيجيه كان عامل ماتش يعني عالمي. بص تريزيجيه عنده ميزه حلوه قوي اللي هي ايه اكتر من مرموش. يعني مرموش النواحي الهجوميه بيعملها كويس قوي. قوي، وبيدخل لجوه الملعب وبيشوط وبيكمل وبيعرف يرقص وبيعرف يطلع على الطرف كويس قوي، لكن دفاعيا مش قوي. تريزيجيه بيعرف يدافع كويس قوي مع نص الملعب. بيعرف يرجع لغايه اخر يعني لغايه الباك اللي معاه. فيقدر يرجع. ايام كوبر هو بيعمل الحته دي انت عارف. وكان بيقدر يجي من تحت قوي بالكوره. فتريزيجيه عنده دي. فلما بيلعب بثلاثه نني والسوليه وحمدي ومعاك واحد رابع، هو بيعمل كل ده، بيامن وسط الملعب كويس قوي تكتيكيا. لان انت لو تلاحظ الماتش النني دايما كان بيسقط عند مين؟ عند عمر جابر. مظبوط. يبقى التالت مين في نص الملعب؟ السوليه
حمدي فتحي بيتخش ستة، تريزيجيه بينزل لتحت، يخلي مصطفى محمد هنا، صلاح هنا قدامه، يبقى اتنين قدام وبيلعب بالتلاتة دول، وبيخلي النني مع عمر جابر. عمر جابر نني سوري النني مع عمر جابر، وينزل تريزيجيه عشان يبقى مع هو والنني وهو سوري وحمدي فتحي والسلية في نص الملعب. وده نجحنا فيه الشوط الاولاني تكتيكيا فعلا والله. يمكن اول تقريبا نص ساعة احنا ما شفناش منتخب السنغال، شفناه في كرة واحدة بتاعت ساديو ماني اللي عدى واتزحلق وهو بيعملها بليسنج في الـ في الـ فوق الشناوي. هو اتزحلق فالكرة طلعت عالية، هي دي الشوط الأولاني. ايوه انا ما شفتش حاجة الشوط الأولاني، لأن تكتيكيا وتنظيميا في الملعب احنا كنا مميزين جدا. مميزين جدا. بمناسبة الحتة الدفاعية عندنا غيابين مؤثرين جدا، الونش وعبد المنعم، مين أحسن اسمين في وجهة نظرك يلعبوا الماتش بتاع العودة؟ ياسر نزل ف ياسر كان هايل بصراحه. ده انا طمانينه كبيره كنت قلقان عليه جدا. كلنا كنا قلقانين لان انت النهارده يعني بصراحه انت حطيته في ظروف صعبه جدا. يعني الراجل اتحط في ظرف صعب جدا جدا، فرقه قويه جدا على ملعبك، انت عايز تهاجم وفرقه بتهاجمك عشان تجيب جون. فلو جه جون في خروج محمد عبد المنعم هيقول لك بص شفت انت نزلت واحد غرقنا، لكن هو كان من نجوم المباراه. صح فانا اطمنت عليه. أنا أعتقد يعني لو هو عنده تفكيرين، رقم واحد يا هيحط حد طويل وستايل بيعرف يلعب كويس قوي ومساك كويس قوي علي جبر، هيبقى مع ياسر إبراهيم يعرف يشتغل فيها كويس قوي علي، والفترة فاتت كان مميز مع بيراميدز. يا إما النقطة التانية اللي هو يقولك طب ما أنا لعب اتنين متفاهمين مع بعض، أيمن أشرف و ياسر إبراهيم عشان انت رايك ايه بقى؟ لعبوا مع بعض كتير. انا مش حكايه راي، هي النقطه في ايه؟ هو ده ليه مميزات بصراحه وده ليه مميزات. هي دي النقطه. يعني كل واحد ليه ميزه طبعا. ومحمود علاء ليه ميزه ورامي ربيعه ليه ميزه. بس هي في النقطه انا ارجح علي جبر. انت محتاج اطوال لان الضغط هيبقى عليك كبير قوي في المباراه. هيلعبوا كور طوليه كتير، هيلعبوا كورات عرضيه كتير. انت محتاج حد يبقى عندك عالي مع الشناوي، يبقى انت عندك ثلاث اطوال مميزين. مش عايز يعني ايمن قصير بس بيعمل جامبنج كويس، بس ممكن مع جامب الله اعلم في الحكام، الله اعلم في الفار، ممكن الفار يبقى شايف حاجه احنا مش شايفينها. ايمن ممكن يطلع يعمل جامب فيسند بكتفه، يعني ما تضمنش. يعني فاهم ايمن اشرف مثلا في كره عمل فيها تهور في ماتش المغرب بينالتي، كسبنا الحمد لله الماتش وكل حاجه، بس في النهايه ايمن لعيب كبير جدا جدا. وزي ما قلت لك ممكن الراجل يفكر ان هو اتنين لعبوا مع بعض. لكن انا اعتقد ان هو في الاخر هيلعب بعلي جبر وياسر ابراهيم. فاصل.